نصف الدنيا لكل الدنيا، عدد جديد تقرأ فيه. مطلب لنواب مجلس الشيوخ: اعتبار الدين مادة أساسية في التعليم، وهو بداية لطريق الانتماء والتسامح والتفوق الدراسي. ومبادرة جديدة لمجلس القومي للمرأة: أنت الحياة، حكايات وحرف وإجابات لأهل ريف مصر في إطار مشروع حياة كريمة. في حوار خاص مع رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني الكاتب جمال الكشكي: مبادرة الرئيس السيسي حدث نادر في العصر الحديث. نصف الدنيا ترصد فرحة المغاربة، لاعب المغرب يضربون مثالا رائعا في حب الأمهات والأوطان. نموذج مصري جديد 2022 عام العمل المدني والتطور. وفي الحوار الأخير للموسيقار القدير محمد سلطان: نصف الدنيا تنفرد، أمي كانت محبة للفن، أعزف بيانو وآمنت بموهبتي منذ الطفولة. وفي رسالة من المخرج الأمريكي الكبير ريتشارد شيكنر: تعالوا زوروا مصر وتعرفوا على صفحات الأزياء وأناقة الصوف في شتاء كارولينا هيريرا 2023، وعلى صفحات السينما مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورتها الثانية جاكي شان ونعومي كامبل وبانديرس ويسرى وليلى علوي يمنحون السينما بريقها. ترصدها دراسة علمية حديثة: تغيرات في مخ الحامل تقوي الترابط بينها وبين طفلها. مصر تنشئ أكبر مركز لها في الشرق الأوسط وأفريقيا، زراعة الأعضاء قبلة حياة لآلاف المرضى. مبرمج مصري يقدم ملكات مصر القديمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ونحات يعزف إيقاعات راقصة بالخط والكتل، الفنان إسحاق دانيال يبدع بالخطوط والأقواس والمنحنيات. وعلى صفحات الزراعة روزن جاردن جاردينيا، سحر أخاذ وعطر لا يقاوم. وعلى صفحات الديكور شكل وتصميم غير التقليدي لأرضية عصرية الملامح جاذبية الأرضيات. أشهى الأكلات وألذ الحلويات من دنيا غابة التل تمتعوا بها على صفحات نصف الدنيا. نصف الدنيا لكل الدنيا. نصف الدنيا رائدة الانفرادات الصحفية. رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سليم. رئيس التحرير مروة توكي.